نفس الكلام لو رحنا بقى من اخبارنا لنادي الزمالك، نفس الكلام على الاصابه وفي نفس المركز تقريبا لو رحنا لعبد الشافي. عبد الشافي مع نادي الزمالك السنه اللي فاتت قال انا هعتزل، حصل اصابه لفتوح، حصل بعض اللعيبه رحلت من مركز الباك ليفت، بقاش فيه غير عبد الشافي، رجع مره ثانيه من الاعتزال، رجع عن قراره ولعب، جات له اصابه قويه صليبي واصابه قويه في السن ده، اداره الزمالك قالت له مش هينفع تعتزل، وتصريحات من كابتن عبد الواحد السيد ان مش هينفع يعتزل في اصابه، انت لعيب كبير تجدد مع النادي وتعتزل ببطوله. هو ده التعامل دائما مع اللعيبه المخلصه، المخلصه اللي بتأدي باخلاص على مدار مسيرتها مع انديتها. بالكلام بقى عن نادي الزمالك، البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك عمل فرمان كده، اصدر فرمان. ايه الفرمان اللي اصدره؟ خلاص كفايه احتفالات لحد كده. جوزيه جوميز راجل محترف، قال كفايه احتفالات بالسوبر الافريقي لحد كده، ويلا نبدا الاستعداد للسوبر المحلي المقرر ليه طبعا 20 اكتوبر البدايه في الامارات. شدد على اللعيبه بمواصله الاداء القوي والجيد والتركيز، بل اللعب بروح قويه زي لقاء السوبر الافريقي. جوزيه جوميز اتكلم مع اللعيبه بشكل واضح وصريح، قال ان بطوله السوبر المحلي لا تقل اهميه عن السوبر الافريقي. قال ان لازم يكون بطوله جديده داخل نادي الزمالك، قال خلاص اقفل الصفحه. وقال للعيبه، والكلام ده كان مهم جدا، فكره ان الفوز في السوبر الافريقي ما كانش محض صدفه، ما كانش محض تالق عشوائي في لقاء، كان امر ليه استعدادات كبيره جدا، ولازم نبدا الاستعدادات بقوه للسوبر المحلي. الزمالك عنده مواجهه كبيره جدا وقويه، تعتبر نهائي على فكرة أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المحلي يوم 20 أكتوبر الجاري بالإمارات، والفائز هيلعب مباراة النهائي مع اللي هيفوز مع النادي الأهلي وسيراميكا في نهائي البطولة. اللقاء هيكون قوي على فكرة، اللقاءين صعبين سواء بين سيراميكا والأهلي، فرقتين جامدين جدا، بين الزمالك وبيراميدز الفرقتين هيكونوا جامدين جدا، وكل مدير فني من الأربعة بدأ يشتغل على فكرة للقاءات وبيذاكر اللعيبة بشكل كبير جدا. جوزيه جوميز عنده شوية طلبات. إيه الطلبات؟ جوزيه جوميز شايف إن اللعيبة أو الفريق محتاج بعض العناصر، ده رقم واحد، ولكن الأهم من اللعيبة دي تجديد لبعض اللاعبين الأساسيين داخل الفريق، أعمدة الفريق. أول ما أقول في تجديد للعيبة أساسية في نادي الزمالك، أول اسم هيجي في ذهن حضرتك زيزو. على طول ما نيجي نتكلم على ملف تجديد الزمالك لأهم اللاعبين، لازم يجي اسم زيزو في المقدمة. العقد هينتهي بنهاية الموسم اللي هيبدأ ده خلاص، وزيزو يقدر في شهر واحد يمضي لأي نادي. زيزو جاي له عروض كتير جدا 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 كتير جدا جدا جدا. نادي الزمالك بدأ التفاوض مع زيزو بشأن التجديد. هيطلع بقى كلام كتير الفترة الجاية، زيزو عايز والله كذا، لا أصل الزمالك عايز كذا، زيزو عايز كذا، لا هيطلع تفاصيل كتير جدا بما يخص تجديد زيزو بالأرقام. ولكن اللي نعرفه ومن مصادرنا اللي عرفناه، زيزو عايز يكون موجود في الزمالك، الزمالك متمسك بزيزو، التفاوض على فلوس طبعا. هل زيزو بيستغل نجوميته علشان يتفاوض على فلوس اكتر؟ طبعا خليني اكون صريح معاكم، طبعا حقه دي حاجه ترجع، لاداره الزمالك. انت كاداره نادي الزمالك تقول والله انا اخري هدفع 2 جنيه، هتقدر تقعد معايا ب 2 جنيه؟ اهلا وسهلا. خليني افتكر وارجع معاك بالذاكره لكل لعيبه العالم، كل اللعيبه اللي في العالم عاوز يتألق علشان ياخد أجر أعلى. مش معنى كلامي ده اللي بقول لك إن زيزو عايز يمشي، لا خالص والله. مش معنى كلامي ده اللي بمهد لك أو بمهد لك إن زيزو ممكن يمشي، لا أبداً، دي حاجة مش بتاعتي، دي حاجة ترجع لإدارة نادي الزمالك وزيزو. ولكن اللاعب بيستغل نجوميته وشعبيته إن هو يضغط شوية شوية إن ياخد فلوس أكتر، طبعاً إمبابي أخد فلوس أكتر ومشي، وعايز فلوس أكتر ومشي. عندك ميسي مشي من برشلونة بسبب أزمة، بس أخد فلوس أكتر وراح باريس.
كريستيانو راح للدوري السعودي وبياخد فلوس اكتر. كل لعيب اكيد بيسعى للتالق للانتصارات مع قيمته الماليه. على فكره مش لعيب بس، اي حد في شغله عاوز يسعى ان يكون افضل في مكانه في العمل وفي نفس الوقت مكانه ماديه. نيمار نفس الكلام. بصوا لو قعدنا نتكلم عن اللعيبه هناخد اسماء كتير جدا. طب زيزو ده قفلنا القصه بتاعته، مين اللعيب التاني اللي عاوز يتمسك بيه؟ جوزيه جوميز التونسي حمزه المسلوسي. حمزه المسلوسي من اللعيبه اللي فرضت نفسها على كره القدم المصريه مش على الزمالك بس. حمزه المسلوسي بداياته مع نادي الزمالك كانت مش هقول سيئه بس هقول عاديه. يعني كان اول ارجع كده بالزمن، اول ما حمزه المسلوسي جه الكلام كله كان على فكره ايه ده؟ هو حمزه المسلوسي ده لعيب محترف؟ ما في زيه كتير في مصر، في محليين كتير في مصر، ولكن حمزه لما انسجم، لما تالق، لما انفجر داخل الملعب وتالق في مركز الباك رايت قبل ما يروح يلعب في سيرد باك، تالق بشكل قوي جدا. الميزه اللي عند حمزه اللي هو داخل الملعب مقاتل، خارج الملعب عنده انضباط كبير جدا. تصريحاته في كلامه عن اي فريق تاني في انضباط. لما اتسال على علي معلول في احدى اللقاءات واحدى المداخلات قال علي معلول من احسن اللعيبه الاجانب اللي جاب مصر وجات النادي الاهلي. كلام مهم، كلام مهم من لاعب في نادي الزمالك يشيد بلاعب في فريق منافس. حد يقول لك ثم توانسه زي بعض، مش دي قصتي. قصتي ان هو داخل الملعب مقاتل شرس شرس، خارج الملعب في انضباط، لعيب منضبط وبيركز تماما وبيعرف بيقول ايه امتى وفين وازاي. خلينا نكمل كلام عن نادي الزمالك. نادي الزمالك زي ما قلت لكم جوزيه جوميز عايز صفقات وعاوز يجدد لبعض اللاعبين. طب ايه الصفقات؟ عايز صفقتين، صفقتين بالاسم لا بالمركز. عايز لعيب في خط الوسط ولكن رقم ستة. يعني رقم ستة؟ يعني خط الوسط المدافع، ولعيب في مركز الدفاع. اضمع مركز دفاع ايه؟ ما الزمالك لسه جايب لاعب تحت السن، كوستا موجود تحت السن جاي من اكاديميه بنفيكا. اه طبعا، بس اللاعب تحت السن، ولما اشترك امبارح في لقاء لفريق 2005 لعيب جيد، ولكن ينقصه الكثير عشان يكون موجود في خط دفاع نادي الزمالك. الراجل عايز الصفقتين دول، ويا سلام بالنسبه له لو في كمان صفقه مهاجم خلال الايام القادمه قبل غلق القيد.